علشان موقعنا وعلشان تصويرنا وعلشان أشياء كثيرة جدا، ونتعلم من الملكة العظيمة حتشبسوت لما أرسلت السفن وامتدت إلى أواسط أفريقيا، وده كان زمان في العصر القديم قبل أن تكون في المؤسسات اللي موجودة، لأنه إحنا مصيرنا مشترك. لما الاستعمار البريطاني ده في القرن 19 اجتاح قارة بأكملها ما خدش بالها الدولار. مش بس الاستعمار البريطاني، الاستعمار الأوروبي بشكل عام، وإنه هذه القارة ظلمت إنسانية وظلمت تاريخية لما هم حبوا يبنوا الولايات المتحدة الأمريكية، اعتمدوا على تجارة العبيد وعلى الرقيق، وهناك ظلم تاريخي وقع على قارة أفريقيا، وأظن أنه بلا استثناء كان آخر هذا الظلم اللي شفناه التمييز العنصري البغير اللي كان في جنوب أفريقيا، ونجحت جنوب أفريقيا بفضل نيلسون مانديلا وكل الجيل المناضل هناك إنهم يتخلصوا من هذا الاستبداد. اهتمامنا بالقارة ينبغي أن يكون اقتصادي وسياسي، وقبل كل هذا اهتمام سياسي واهتمام ثقافي واهتمام استراتيجي، لأنه لو احنا تعاوننا مع قارة أفريقيا أظن ولو قادرة أبناء القارة تعاون مع بعض كثير من المشاكل في داخل مصر وفي داخل كثير من هذه البلدان هتحل. والحقيقة أنا عجبني عنوان الندوة، لأنه في نداء، نحن نتكلم عن انتماء مصر الأفريقي عند الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية. أنا مع الأسف الشديد الأحزاب المصرية في معظمها اهتماماتها داخلية ومحلية جدا. نحن نحتاج لكل لدينا أحزاب لديها اهتمامات وارتباطات دولية. أحزاب تهتم بالعالم العربي.